التي لليوم. لديها باع طويل في مجال التقديم ولديها خبرة جدا جدا جميلة، فهي توصل رسالة هادفة وجميلة لا تسمح أن تظهر في أي برنامج. إلا أن الغريب في الموضوع أنها كانت في الحصص المدرسية الحصة اللي ما تعجبها تقوم طالعة منها. أهلا وسهلا بضيفتي اللي راح تكون معي اليوم، اللي راح نتعرف معاكم مع مواقف جدا جميلة وطريفة ومواقف جدية ومواقف مؤسفة حصلت لها في مشوارها الإعلامي. هي لا تحب أن نطلق عليها إعلامية ولكن هي تستحق هذا اللقب. رحبوا معنا في برنامج بداية مشوار بأمل الغمار. مساء الخير على كل مشاهدينا وين ما كنتوا تشاهدونا عبر قناة الرؤية. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة تجمعنا بكم أيضا مع ضيف جديد. راح يكون هذا الضيف مشواره معاي حافل مثل ما عودتكم مع كل ضيوفي، بس هذه المرة ضيفتي راح تكون أيضا إعلامية ونوعا ما خلنا نقول فنانة، لو أنها شوية ابتعدت عن مجال الفن وشافت أن هي أفضل لها في مجال التقديم. هذه الإعلامية اللي موجودة معاي اليوم إلها طابع غريب جدا، هي ما ممكن تطلع في أي برنامج، لكن هي اليوم في برنامج بداية مشوار دليل على أنه هي حابة البرنامج، واللي حبيت فيها كثير أنه أيضا هي من متابعة لهالبرنامج ودائما تقول لي رأيها في البرنامج، فحبيت اليوم أستضيفها معي في البرنامج بكل شرف. أهلا وسهلا أمل غمارية. حياك الله نزار وشكرا لك، شكرا على الاستضافة، وإن شاء الله بإذن الله هذه الحلقة اليوم كذا تكون ايضا مميزه للناس اللي بتابعنا ان شاء الله. طبعا امل، انا كنت في بداياتي انت تستضيفيني، اكون مراسل الاخبار، اكون مراسل لتغطيات المهرجان، ولكن اليوم انا راح استضيفك في البرنامج. شنو يعني ليش هالشيء؟ هذا يعني انك انت انسان مجتهد، هذا يعني انه الشخص لما يدخل مجال الاعلام او يبدا يقدم برنامج دائما في تطور طالما في سعي. نعم. من قبل الشخص على انه هو يريد يوصل. اليوم او كلنا بدانا بتواجد بسيط في برامج كبيره مع ممكن مذيعين كبار، نقدم فقرات بسيطه جدا مدتها بسيطه، لكن لما يوصل الانسان انه يعني يوصل هو لمرحله مثل ما انت ذكرت انه هو يصير عنده برنامجه الخاص، هو يستضيف كثير من الشخصيات، فهذا اكيد يعني انه هو انسان مجتهد. طبعا انا سعيد جدا اليوم بوجودك معي في البرنامج. انا كان لي الشرف اني اكون في احد الاعمال معاش في برنامج ليالي مسقط، طبعا من اخراج جاسم البطاشي، نوجه له الف تحيه الاستاذ والفنان جاسم البطاشي. احنا راح نبتدي معاش مشوارنا، نشد الرحال ونحلق مع بدايات امل غمارية. بداياتي كانت في أول ظهور، طبعاً الكل أكيد بدأ عن طريق المدارس ومشاركات كثيرة، لكن أول انطلاقة فعلية كانت مشاركتي في فوازير رمضان. ذيك الأيام كان يعني في فوازير خاصة للأطفال وفي فوازير أيضاً للكبار. فوازير الكبار كانت الأمثال العمانية للمخرج محمد الطراونة، فشاركت طوال فترة شهر رمضان المبارك، وبعدها بديت أقدم، يعني بعدها بديت رحلتي مع المخرج راشد السابعي من ضمن المخرجين اللي تعاملت معاهم من البداية في برنامج الشباب والصيف، وبعدين توالت الأعمال وصارت لي تجارب كثيرة أيضا مع مخرجين ثانيين وبرامج ثانية. طبعا واضح الاجتهاد والجهد الكبير اللي تقدمينه أمل اليوم. أنا بصراحة أشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا رغم المعاناة الصحية اللي تمرين فيها، لكن ما حبيتي أنك تعتذرين، وهذا دليل على أنه برنامج بداية مشوار من البرامج اللي أنت تهتمي أنك تظهرين فيها. فعلا يعطيك ألف عافية. الله، أنا ودي أحلل شخصيتك، يعني أنت شخصيتك مزاجية نوعا ما. نوعا ما كنت في بدايتك في أيام المدرسة
الحصة اللي ما تعجبك تعملين لها بلوك وتطلعين. والله ما دائما ما دائما بس يعني شكلك مسوي بحث قوي علي إذا يعني جاي بهذه المعلومة. بس أتوقع كل شخص فينا أيام دراسته كانت عنده العديد من التصرفات وإن كانت يعني ما يعني ما تنم عن إدراك قوي بذيك المرحلة العمرية، لكن هي لحظات لما تتذكرها تلقين تضحك أو تبتسم. فكان كنا إحنا يعني جروب من البنات في المدرسة وما زال في تواصل لغاية الحين، لأنه يعني لنا بعض المواقف المشاكسة خلينا نقول في المدرسة، لكن اللي كان يخلي مديرة المدرسة مرات تستغرب إنه أنت شخصية هادية. نعم. فهذا الشغب يفترض يكون لشخص أصلاً عنده انطلاقة أكبر، جريء أكثر. بس مع ذلك يعني كانت مثل ما قلت في لحظات جميلة جداً، وما كل الحصص أكيد كنا نقدر نسوي يعني فيها كذا، ولكن في أوقات معينة كنا فعلاً نجتمع. نتمنى نرجع لطفولتنا وذكرياتنا، الواحد دائماً بس يتذكر يا أمل يقول يا الله أنا كيف صار معي هالشيء وكيف سويت هالشيء. بالضبط. أمل في المدرسة كنت تشاركين في تقديم برامج إذاعية أو الأنشطة المدرسية؟ في أيام المدرسة تقريباً شاركت في كل شيء. كله يعني؟ أيوة بالضبط، يعني في تقديم الأنشطة المدرسية، أيضاً الحفلات اللي كانت تقام من قبل وزارة التربية والتعليم في ذاك الوقت. كنت دائما مستمره ودائما مطلوبه، يعني خلينا نقول ايام المدرسه انه في كل حفلات المدرسه كنت اتواجد. طيب لو اسالك اليوم اهم الاعمال اللي استفدت منها وقدمت لك خبره في المجال اللي كنت فيه ايامها. في ايام المدرسه يعني وان كانت الاعمال ما كثير كبيره كحجم عمل، ولكن تستفيد انه انت في مرحله يعني يضيف لك تبدا يعني تصير عندك ثقه بالنفس. نعم. تقف أمام جمهور ما يصير عندك ارتباك، ما يصير عندك تخوف، فهذا يضيف لك. في كل حفلة كنت أشارك فيها في وزارة التربية مثلا على مسرح وزارة التربية أمام ظهور يعني أو جمهور كبير، فكنت أكيد يعني هذا يزيدني ثقة بالنفس ويعطيني دافع أنه المجال جميل محتاج أيضا استمرارية دائما. في عزيمة إرادة. طيب من الأسماء اللي ودك اليوم تشكريها تعلمت منها ودك تشكريها تقولي لهم صراحة أنا على يد فلان أشكر فلان، من الناس اللي تعني لي أمل كثير في مستقبلها والمواقف اللي صارت معها خلال مسيرتها؟ إذا نتكلم عن التجارب الفعلية فأنا أتكلم عن فترة دخولي تلفزيون. أسماء كثيرة مرت علي تعلمت منها كثير. إذا أجي أذكر الزملاء اللي أنا مثلا قدمت معهم برنامج، ابتداء بالزميل العزيز والإعلامي طبعا عبد الله البحراني، كان هو أول شخص أبدأ أقدم معه برنامج. وبعدين كان في كثير أسماء أيضا زميلات وزملاء، سوسن الصقري، سامية مراد، معك أيضا نزار قدمت مع الزميل حفيظ جعبوب، أحمد النعماني، عدنان الميمني، جيفر الخابوري. ففي كثير أسماء أتمنى إن شاء الله أني ما نسيت شيء. وعلى نطاق المخرجين فتعاملت مع كثير أيضا أسماء كبيرة ضافوا لي، من كل شخص كنت أتعلم أشياء مختلفة بحكم كل شخص وتعامله وشخصيته أيضا. احنا والله أكيد أنا عن نفسي فخور أني اشتغلت معاك وفعلا شفت التعامل معاك وشفت حبك للعمل، وشفت أيضا مشاهدينا كيف مدى اهتمام وأكيد تحضيرات اللي تقوم فيها أمل في كل الحلقات مع كل الضيوف. الله يسلمك. في كل النجاحات اللي اشتغلت فيها قدمت عديد من البرامج، في الفترة الحالية أنت متوقفة أمل؟ ممكن أنا متوقفة عن تقديم برامج تلفزيونية. نعم. ولكن يمكن جهدي في الفترة الحالية منصب أكثر على تقديمي للحفلات الرسمية اللي هي أيضا إضافة. نعم. لأنه هنا أنت تتعامل مع جمهور مباشر، عدد كبير جدا بالآلاف من الناس أو من الحضور. الحفلات هذه أقدمها لجهات يعني الجهات أيضا كبيرة، سواء كانت حكومية أو جهات خاصة. تتعلم في كل حفل عندهم أجندة مختلفة، كيف تتعامل مع المواقف الطارئة اللي ممكن تصير أيضا على المسرح أثناء فترة تقديمك. فالتواجد موجود وإن كان في تقصير في الجانب الآخر أو في جانب التلفزيون وتقديم البرامج.
طيب أمل، لو أسألش اليوم سؤال على صعيد البرامج اللي موجودة على قنواتنا المختلفة، إيش البرنامج اللي تحب تتابعيه أنت كأمل ويهمش تتابعينه؟ البرنامج اللي يلفت انتباهك كثير. نعم. تقولي أنا ما أضيع هالبرنامج أو تحرصين على متابعته. هو بشكل عام أنا أكثر البرامج اللي تستهوين البرامج الحوارية. حوارية. اللي فيها اللي أهدافها كذا واضحة، يعني تناقش قضايا معينة أو تتناول قضايا معينة سواء كان في المجتمع أو الدارجة يعني بذاك الوقت. فتلاحظ أنه ما عندي هذاك الالتزام حقيقة الدائم في أنه برنامج معين توقيت معين، ولكن بشكل عام هذا من البرامج اللي كثير أحبها، بالإضافة إلى أنه عندي أيضا ميول لمتابعة البرامج اللي هي تتكلم عن الطبيعة، تتكلم عن تحديات الطبيعة اللي أيضا موجودة، واللي هي أتوقع كل إنسان عنده شغف أنه يعرف أكثر ويبحر أكثر، يكتشف خبايا الطبيعة اللي موجودة ويتعلم أيضا منها. لو أسألش اليوم، يعني أنا عن نفسي أحب أتابع كثير مثلا وفاء الكيلاني، أحب أتابع مثلا أكثر من مذيع مثلا ميشين، من مذيعين القويين جورج أيضا أحب أسلوبه كثير. في عمان عندنا أحب موسى الفرعي، أحب تقديمه، مذيع قوي وناجح، يعني أنا أقتدي فيهم. اليوم لو أسألك أنت أيضا كإعلامية، من المذيعة أو المذيع اللي تقتدين فيه وتحسين أنه هو إلى كاريزما قوية وحضور قوي وتهتمي أنك تتابعي برامجه وتشوفي أن هذا الإعلامي نمبر ون؟ أنا ما أقدر أقيم. نزار الزجالي؟ ممكن، ليش لا، بالعكس. لكن صعب أني أقيم، يعني أنا حتى وإن كان دخولي مجال التلفزيون قديم. لكن يظل لكل شخصية أو لكل إعلامي أو لكل مذيع، صدقني في عنده مزايا ما موجودة في الشخص الآخر. يعني قد تجد إنسان أو مذيع مثلا حواري شاطر جدا، لكن عنده بعض النقاط اللي تخلي يعني عدد كبير ممكن من الناس ما يستصيغوا أنه هم يتابعوا برنامجه بشكل دائم، والعكس. أحيانا يعني المذيع تكون في بعض النقاط اللي تجبرك أن أنت تتابع برنامجه، لكن أنا ما أقدر أبدا أقيم اليوم وأقول أنه المذيع الفلاني أفضل من الآخر، ولكن أكيد عندنا أسماء كثير كبيرة، أسماء لامعة اللي تحب وناجحة. مثلا اسم، مثلا أنا ذكرت لك بعض الأسماء عشان تسهل لي الموضوع، عشان أسهل لك. نعم. أنت يا أمل اليوم بما أنك موجودة، مين تشوفي من خلينا نقول من صديقاتك اللي ما شاء الله شاطرة كثير، تحبي برامج خفيفة على المستمع مثلا أو على المشاهد؟ ممكن نفس الرد نزار، يعني بخبرك من الإجابة. لا والله ما أتهرب، لكن حقيقي يعني أنا أحس أنه أنا ربما يعني أتابع مذيع معين، برنامج معين، أنت تحس أنه لك وجهة نظرك، وهذا المذيع أنت شايف في أسماء يعني ثانية ربما تكون أشطر، ربما تكون عندها قدرة على جلب المشاهد بشكل أقوى. فما في أسماء، إذا نتكلم عن الزميلات اللي أنا اشتغلت معهم، ففي كثير أسماء أنا فخورة أقول أني أنا في يوم من الأيام قدمت معهم، لأنهم ثابروا ولأنهم اجتهدوا كثير، اليوم وصلوا إلى مستوى كثير عالي. ممتاز. وهذا دليل على أنه هم المجال بالنسبة لهم صابرين، مش مجال عابر، ولكن بالعكس اشتغلوا على نفسهم. نعم. كثير. أيوة، بدليل اليوم المسك. لو أسألك شوية عن تفاصيل غير متعلقة بمجال الإعلام، خلينا نقول على حياتك الخاصة، أنت مرتبطة. نعم. وربة منزل. نعم. صحيح؟ طيب هل إن شاء الله في المستقبل لو أحد أبنائك طمح أنه يكون إعلامي أو أحد من بناتك تكون إعلامية، هل راح تأخذين بيدهم توقفين معهم تعلمينهم؟ طبعا طبعا. أنت شايفة أنه هذا المجال راح يكون مستقبل جميل لهم من خلال خبرتك يعني؟ طبعا، بالعكس ما أمانع، يمكن بكون داعم قوي وبوجه بقدر الإمكان من خلال الأشياء اللي أنا تعلمت منها، وبالعكس يعني أبسط له الأمور كثير على أساس يبدأ أو يعني ينطلق في المجال. المجال كثير جميل، وإن كان في صعوبات وإن كان في تحديات كثيرة، لكن المجال جميل. نعم. للرسالة هادفة. هناك عاد يعتمد على كل واحد إيش الهدف من وراء رغبته في التواجد في الإعلام. إعلامياً. من أحد المواقف اللي أذكرها عن ضيفتي الجميلة اليوم، خلوقة جداً، الله يستر، أمل غمارية، في برنامج ليالي مسقط بالتحديد في مهرجان مسقط، تأخرت أمل على البرنامج كثير، ف
فصار في توتر مو طبيعي، لانه عندنا نحن في الاعلام البرنامج الساعه الفلانيه خلاص يطلع في الساعه الفلانيه، لانه في مشاهدين تنتظر مشاهده هذا البرنامج، وايضا في ناس قد يكون السبونسر والرعاه وكل الضيوف موجودين فينتظرون اطلاله المذيع وابتداء هالبرنامج وايش عندهم في الحلقه هذه. في هذاك اليوم صار شيء مؤسف لمذيعتنا امل، صار معاش حادث سير ولكنها جات البرنامج. أتذكر. كيف كان هذا اليوم وكيف تصرفتوا مع موقف؟ أنا كنت موجود بس خليش أنت تذكرين. هذا من المواقف اللي أنا ما ممكن أنساها، لأنه أنت يعني متخيل أن أنت لابس جاهز خلاص بالطريق واصل لنص المشوار، لكن سبحان الله بعدين صار حادث. فكان شغلي الشغل هذاك الوقت أنه طيب أوكي، يعني الحين هذا الموقف اللي صار ما عندي كثير وقت، لازم خلاص لازم أوصل خلاص. لكن في سيارة أيضا موجودة لازم يصير لها حل، لازم أيضا نستدعي الشرطة. الشخص أيضا يعني الطريف في الموضوع أنه الشخص اللي يعني دعم سيارتي كان شاب صغير شكله ما عنده ليسن وما عندك رخصة قيادة للأسف. السيارة أيضا ما كانت سيارته، لا حول ولا قوة، فكله على بعضه كان يعطي كان يوم أسود بالضبط. ولكن بعدين تواصل طبعا مع عبد العزيز البطاشي أخو مخرجنا جاسم بطاشي، وما شاء الله عليه ما قصر على طول. يعني وجاء على طول لغاية طبعا ما أنا وصلت، لكن التوتر كان موجود. ضربة الحادث بعدها كانت في البال، لكن الحمد لله الأمور الحمد لله تاريخ. يعني الإعلامي دائما لما يحب برنامجه كل تفكيره أنه هو يوصل لبرنامجه، يقدم البرنامج بالطريقة اللي يتعودوا الناس أنه يشوفوا فيها. يعني إحنا كإعلاميين بأمانة تصير معنا مواقف، ولكن دائما المشاهد أو المستمع ما له علاقة بالشيء اللي صار معك، فأنت فعلا تطلع على الهواء تخفف عن المستمع وتقدم برنامجك بغض النظر عن الظروف اللي تمر فيها. فهذا صحيح. بالفعل يعني احسه من اقوى الاشياء اللي احنا تصير معنا امل، صح؟ فعلا فعلا. امل لو حتى يعني نزار، حتى مزاجك او ظروفك اللي ممكن تكون صارت لك قبل برنامج بدقائق معينه، القوه في انك تفصل أيه. خلاص انت اللي صار معك الحين قبل دقائق من البرنامج، سواء استلمت مثلا محادثه هاتفيه مثلا لخبر سيء لا سمح الله، او صار لك موقف بالطريق، او صار لك موقف ان انت مرض، او ايش ما كانت ظروفك، وقت ما تيجي تدخل البرنامج تنسى كل شيء. هذيك فعلا صفحه ثانيه. نعم. تفصل، تعطي للمشاهده ذاك الانطباع انه انت ما عندك اي شيء، انه انت يشوفوك بحاله مزاجيه جميله تقدم وتعطي الهدف من وراء تقديمك. نعم. في ذاك اليوم من خلال هذا الحوار ذكرتيني في موقف صار مع لور جسار، وجهة تحية مذيعتنا لور جسار. لور جسار صديقة مقربة جدا لمنيرة الحاج. نعم. أيام ما كنت أنا في إذاعة الوصال كان عندي فترة تدريب في إذاعة الوصال، فمفروض برنامج لمنيرة الحاج، فتوفى أبوها منيرة، طبعا ما في مجال ان منيره تطلع تقدم طبيعي. فغطت عنها صديقتها المقربه لور جسار، فكان في ضيوف في الاستوديو وانا وقتها كنت اتدرب في الاذاعه. نعم. فلور كانت تبكي في البريك. نعم. تبكي فعلا يعني، وانا والضيف نشوف عليها وتطلع على الهواء تضحك ترجع تبكي. هذا بالفعل يعني هذا الامور تحصل فيها مسؤولية كبيرة، يعتمد على المذيع نفسه. فعلا. اليوم لو أسألك أمل، أنت كإعلامية وين تجدين نفسك في أي في أي برنامج أكثر تجدين نفسك يعني أنت كأمل؟ أنا يمكن يمشي كثير مع شخصيتي الجانب الجدي أكثر. جدي. توجهاتي حتى خلال يعني الفترات الماضية اللي كنت أقدم فيها برامج كثيرة. انه لا يعني انا البرامج الحواريه مثلا او البرامج اللي طابعها سيريس اكثر هي ممكن تناسب على كاركتر شخصيتي. مع ذلك انا قدمت كثير برامج كانت منوعه، برامج خفيفه يعني مثلا برامج اغاني ومنوعات يحتاج ان انت تبتسم طول الوقت، تستقبل مكالمات او مسابقات خفيفه فيصير بينك اخذ وعطاء يعني بينك وما بين المشاهد، ايضا هذاك الجانب قدمت. لكن الميول يبقى دائما للركن اللي انت تحس هو الاقرب لشخصيتك. نعم. هو شوفي بما انك ذكرت شويه سالفه برامج الاغاني وكذا، ايضا انت لك اعمال وكنت في يوم من ما فنانه، بس ابتعدتي عن هذا الجانب.
فعلا. خلنا نعرف ليش ابتعدتي وشو انطباعك والأعمال اللي قدمتيها فنيا عمل. نعم، هي البداية أساسا كانت من أيام المدرسة. تغني؟ أيوة كنت تغني، ولكن طبعا مشاركات يعني بسيطة. نعم. جدا. يعني لما نتكلم عن المجال، لما تكون طالب في المدرسة فأكيد أنت بتشارك في كثير أنشطة. بعد كذا يعني وصلت لمرحلة حسيت أنه لا، هذا الجانب ربما محتاج مني بعض الأمور اللي ما مهيئة كثير كنت لها، سواء كان من تحدي، من مثابرة أكثر، أنه أنت تريد تكمل توصل لمكانة معينة، تريد تحط لك اسم، تريد صوتك، رسالتك من وراء أيضاً الأعمال اللي تقدمها مميزة، ما تكون شخص موجود تحصيل حاصل بس لأنه صوتك جميل. فوصلت لمرحلة حسيت أنه ما هذا هو المجال اللي أنا أريد أكمل شفت فيه. شفت نفسك أكثر في التقديم؟ بالضبط، شفت نفسي أكثر بالتقديم، يمكن اشتغلت على تواجدي في هذا الجانب أكثر. ودي أسألك سؤال أمل، اليوم اسم إعلامي بات شائعاً، إيش رأيك في هذا الكلام؟ أنا بس لولا لأني يعني ما كنت أريد أقاطعك نزار، ولكن بعيد عن أي تفاسير ممكن تصير، لكن حقيقي ما كثير أستصيغ هذا الاسم أنادى فيه. نعم. لأسباب كثيرة، لأنه هذا اللقب كثير كبير، محتاج إلى 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 خبرة كبيرة، محتاج أيضا إلى دراسة بحتة في المجال، محتاج لأنه أنت تمر بسنوات كثير كبيرة فيها خبرة بالضبط على أساس يطلق عليك. لكن يمكن الحين مثل ما ذكرت في كل مكان مؤسف وشائع. نعم. أنه صار اسم إعلامي يطلق على كل حد، كل حد، حتى الشخص اللي جاء قدم في مسرح فعالية بسيطة للأطفال صار في مكان معين صاروا يطلقوا عليه إعلامي. لو جاتك فرصة ذهبية وجميلة ولكن خارج السلطنة، أنك تكوني المذيعة وتقدمين أحد البرامج لفترة طويلة تبتعدين فيها عن السلطنة، هل راح توافقين يا أمل؟ سؤال جميل، سؤال منطقي، وما بيكون في يعني أجاوب فيه يعني رد معين غير حقيقي. كل إنسان فينا يطمح إنه هو يواصل في مشواره سواء داخل السلطنة أو خارج السلطنة. واللي ممكن يتوجه خارج السلطنة هذا إطلاقاً ما راح يمس من حبه لوطنه، ما راح يمس حبه أيضاً وتمسكه بأهله بأسرته بمجتمعه بالمكان اللي هو أساساً ظهر منه. يعني إذا أنا بجي أقدم أو أي شخص آخر يقدم خارج السلطنة فهو كيف وصل ونعرف هناك؟ من خلال أعماله اللي قدمها. فما أقول أني أنا راح أمانع، لكن أكيد بوقف وقفة نوعاً ما، أدرس الموضوع بشكل أكبر، لازم إيجابياته تكون طاغية جداً على السلبيات اللي موجود فيها، وبعدين القرار راح يصير ان شاء الله. قدمتي مجموعه كبيره من البرامج التلفزيونيه وعرفناش من خلالها، ومن احد البرامج اللي قدمتيها انا كنت معاش فيها. نعم. امل، لو انا اسالك سؤال اليوم اقول لك يا امل ايش البرنامج اللي تمنيتي انك تقدمينه لليوم وبقى حلم بالنسبه لك؟ هو في فكره برنامج انا سعيت خلوا بالكم جماعة عن الفكرة، لكن أكيد ما بتكلم عن تفاصيلها لأنه الحين جالسين نحضر عليها بإذن الله تعالى. لكن في فكرة برنامج كانت في بالي كثير، وسعيت من خلال أنه تواصلي مع بعض المختصين في التلفزيون على أساس أنه هذه الفكرة ممكن تطبق وتصير برنامج تلفزيوني، لكن ما صار الوضع. الحين الموضوع في إطار التحضير، وبإذن الله تعالى يعني شغالة فيه مع شريك حياتي أو زوجي اللي هو أيضا له تواجد. نوجه لك التحية. عدنان اللواتي. عدنان أيضا في مجال الإخراج، في مجال التصوير متواجد ومحب. ما شاء الله عائلة فنية يعني تقدر تقول. قصيرة لكن بس أنا وهو، البقية لا، ما لهم علاقة بالموضوع. فتكلمنا في البرنامج، تكلم في فكرة البرنامج عفوا، وإن شاء الله بإذن الله في إطار التحضير لها. أحسها مميزة لأنه الفكرة مختلفة. نعم. الرسالة أيضا منها مختلفة،
حديثنا عن طريقة التصوير وطريقة الإخراج بإذن الله أيضاً بتكون مختلفة. لو أسألش أمل، كيف ممكن نستفيد من منصات التواصل لك كمذيعة؟ أيضاً من الأسئلة اللي في بالي كثير وجالسة أقول إنه إن شاء الله نتطرق فيها. طبطلنا شان الأسئلة. بالضبط. وسائل التواصل الاجتماعي صارت هوس الكل، خلينا نقول. نعم. الصغير والكبير. كل حد يبي يشتهر. كل حد يبي يشتهر. فعلاً. نعم. هي هذه النقطة أو هذا الهدف من وراء تواجدنا كلنا. نعم. كل حد يبي يشتهر. لكن لما أجي أشتهر أو لما يكون عندي رغبة إني أنا أتواجد في منصات التواصل الاجتماعي بهدف إن عندي رسالة. نعم. أو عندي موهبة. نعم. أو عندي شيء أبغى أوصله للمجتمع، فأكيد هنا الشخص مرحب في مين ما كان. نعم. وش ما كانت رسالته وأهدافه. لكن تظل الفئة اللي مؤسف إنها موجودة، اللي هي بغية الانتشار فقط، ما في أي رسالة، ما في أي هدف. نعم. هي حابة أن تظهر وتصور، أو هو حاب أنه يظهر ويتصور. نعم. بدون أي هدف، بدون أي رسالة. وأحياناً يكون بالعكس، سلبية تواجد هذا النوع من الناس أكبر من إيجابياتهم، وقد تكون الإيجابيات معدومة. نعم. فصار يعني وصلنا لمرحلة أنه توصلك فيديوهات أو صور أو لقطات. نعم. تريد تطلع بنتيجة. طيب إيش الهدف؟ لوين تريد توصل؟ لوين تبى توصل؟ يعني إيش الرسالة اللي حاب أنت أنه تظهرها للناس؟ نعم. بس تحس أنه فئة كبيرة منتشرة وعايشة من وراء الموضوع بشكل كبير. صحيح. صحيح. لأنه وصلنا لمرحلة ما صار فيها ذاك التقدير. فعلا. الكبير. أنا بوجهة نظري أعتقد أنه السبب الرئيسي في هذا الجانب أمل هو وجود شبكات التواصل الاجتماعي بمختلف برامجها. نعم. أصبح اليوم الشخص ممكن أنه يعمل أي حاجة في لحظة ومدة زمنية قصيرة ينتشر. فهل تشاركيني الرأي بالنسبة للتواصل الاجتماعي والأشياء اللي قاعد تصير فيه، من قضايا، من فيديوهات قاعد تتناقل، من أشياء قاعد نشوفها ونصدم منها؟ فأعتقد تشاركيني الرأي يا أمل. فعلا هي الوسائل صارت متاحة. نعم. وفي إيدنا وطوال الوقت. فهذا ممكن يحفز أكثر هذول الفئة من الناس إنه ينشروا في كل لحظة. نعم. وينشروا أشياء يعني ما لها داعي، ما لها مبرر، لكن الهدف منها فقط التواجد. بس بالنهاية التقييم مطلوب. تحسي إنه هذا يعني راح يأثر على أطفالنا والجيل الحالي؟ طبيعي. كيف تقدري تحافظين أنت كإنسانة مثقفة وإعلامية إنك تخلين أبنائك يستخدمون سبل التواصل الاجتماعي بالطريقة الصحيحة؟ يعني أنا أعتقد كوني أم. نعم. وحالي حال كثير من الأمهات والأباء. أكيد. المعاناة موجودة في هذا. نعم. المجال. أنت ما تقدر تحرمهم 100%، لكن تقدر تعمل رقابة. أو تقدر دائماً تتابع إيش هم يتابعوا. نعم. وتحدد أيضاً الوقت، واللي هذا يمكن حقيقي معضلة مع الأطفال. نعم. إنه تحدد لهم الساعات اللي يقضوها. نعم. يشوفوا فيها برامج معينة، تشوف من يتابعوا. مع ذلك الخطر موجود في انه الاغاني الغير هادفه للاطفال، للشخصيات عفوا اللي موجوده في وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. فجاه تلاقي بنتك او ولدك يغني اغنيه غير هادفه موجوده وصايره. ايوه. صايره هي المنتشره. بالضبط. لو نشوف شويه، تشوفين على كاميرتش، اطلب منك. نعم. توجهين رساله ونصيحه لكل شخص يتمنى يدخل مجال الإعلام، أول ما يطلع يطلق عليه اسم إعلامي، كيف ممكن أنه يوصل لهذا الاسم ويستاهل أنه يطلق عليه هذا الاسم؟ نصيحة توجيهها لكل اللي مثل ما ذكرتي ظاهرين اليوم ويطلعون بهذه الطريقة في حفلة بسيطة أو شيء وقالوا عنهم إعلامي، وجهي لهم نصيحة أخوية كونش أنت في هذا المجال وعندك خبرة في هذا المجال، وأنا شفتك أن أنت رغم هذا المجال كله ما تحبين أنه ينطلق عليك اسم إعلامية، تحسي إنه هذه مسؤولية كبيرة. طبعاً. شو الرسالة أو النصيحة اللي تقدميها لكل من يشاهد أمل حاب إنه يصير بالفعل إعلامي ويحمل هاللقب؟ هذا لقب كبير محتاج إلى إنه أنت عشان توصل لمرحلة تقتنع أنت نفسياً ومبدئياً إنه أنت إعلامي، تخوض سنوات كثيرة في المجال، تتعلم، تقدم مع آلاف الناس. ما عشان أنا قدمت حفلة فيها 50 شخص، جدا مستواها بسيط، ربما حضوري أطفال، وأسمح لنفسي أن أنا أطلق على نفسي لقب إعلامي. لا،
الموضوع محتاج أيضا احتكاك بشخصيات كبيرة تتعلم منها من خلال توجيههم لك، رسائلهم، طريقة أيضا تعاملهم وتعاطيهم مع برامجهم، أسلوبهم، التجارب اللي مروا فيها، تتخطى العديد من العقبات والمصاعب اللي ممكن تمر عليك. فبعد ما تجتاز كل هذا ممكن توصل لمرحلة تبدأ تقتنع أنه طيب أنا أستحق هذا اللقب. طيب أنا راح أعطيك اسم وأنت أعطيني رأيك فيه، أو خلنا نقول عدة أسماء. حليمة بولند. نزار إحنا ما ممكن نقيم، صدقني. لا أنا ما أريد تقيمين، أنا أعطيك اسم وأنت قولي لي رأيك. ما هي إعلامية ومذيعة مثلا، انا بعطيك اسم، اعطيتك اول اسم حليمه بولند. نعم. انت كامل وكبنت اريد اعرف شو رايك مثلا في حليمه بولند كاعلاميه طبعا. يعني كبنت انا اكيد الاكثر شائعه الحين. نعم. حليمه مصيده ضجه، خلينا نقول حليمه بولند شو راي امل فيها؟ انا بتكلم عن رايي كامل كشخص. أوكي. وليس كشخص بال. نعم. بالمجال فعلا. نعم. حليمة لها كثير متابعين، لها كثير محبين، وأنا من الناس اللي أحب أشوف إطلالتها. نعم. لكن قد تكون عندي بعض النقاط اللي أنا ما أستصيغها في شخصية معينة، مثل ما كنا نتكلم من ساعة أنه ما ممكن نقيم نقول أنه هذا المذيع هو رقم واحد، لأنه عنده نقاط جميلة وعنده نقاط أنت ما تحبها فيه. نعم. يعني ما ممكن أنكر وجود شخصية مثلها، صار لها باع طويل في المجال، قدمت برنامج أو برامج جماهيرية كبيرة. لها أيضا ناسها ومحبينها، لكن أكيد عندي بعض النقاط اللي أحس أنها أوفر فيها. فول ستوب. لجين عمران. لجين أيضا من الإعلاميات القديرات اللي موجودة وظاهرة ومحبوبة للناس، وبالعكس يعني حواراتها جميلة مع ضيوفها في برامجها أيضا اللي كنت مرات كذا أمر وأتابعها. أمل غماري. أمل غماري تحب مجال الإعلام كثير، وشكله هذا المجال موجود في الدم. برغم الصعاب كثيرة بس ما حسيت وصلت لمرحلة أريد أتوقف فيه. جلسة أحاول بقدر الإمكان أنه أتعلم، أكمل، أستفيد من الفرص اللي موجودة حالياً. الله يوفقك يا أمل إن شاء الله. الله يسلمك. لك كل التوفيق، وأشكرك جزيل الشكر أنا وجميع طاقم فريق قناة الرؤية على وجودك اليوم معنا رغم معاكتك الصحية. فإذا دل على حرصك على وجودك في البرامج التلفزيونية وحبك وشغفك لوجودك أيضا في هذا البرامج، ودليل على أنه إحنا نقدم مادة جميلة خلتك أنت إنش تحبين تظهرين فيها. فأنا جدا ممنون لك، وأترك حرية التعبير في كلمة أخيرة توجهها لكل متابعين أمل ومحبين أمل وأهل أمل وكل من ساعد أمل ووقف معها في هذا اليوم وبهذا اللقاء في بداية مشوار. وصلنا لختام المشوار، والكلمة الأخيرة عندك، تفضلي لكاميرتك وانتي حرة. شكرا لك نزار على الاستضافة. مثل ما أنت ذكرت أنه بداية مشوار من البرامج اللي لفتت انتباهي، وأنا كثير يعني حابة فكرة البرنامج كونهم مهتمين بالشخصيات اللي موجودة في المجال من ممثلين، من مذيعين وغيرها، ومخرجين أيضا أنهم هم يتواجدوا. أتمنى بس هذا الصوت ما زعج الجمهور، وإن شاء الله بإذن الله كل التوفيق لك نزار أنت وطاقم البرنامج الجميلين جدا اللي موجودين معنا، وبإذن الله تعالى دائما نكون متواصلين. وشكرا جزيلا لكم. يعطيك ألف عافية أمل الغمارية، كان لنا الشرف اليوم باستضافتك في برنامج بداية مشوار، وشكر كبير لكل القائمين أمانة على هذا البرنامج ونجاح هذا البرنامج. وإن شاء الله إحنا مستمرين معاكم في هذا البرنامج لنقدم كل ما هو جميل وكل ما هو أفضل من قناة الرؤية. يعطيكم ألف عافية، ونقول ألف ألف سلامة إن شاء الله لضيفتنا أمل، وتقوم بالسلامة، ويعطيها ألف عافية صراحة على حضورها اليوم. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في لقاء آخر مع فنان أو فنانة أو إعلامي أو مسرحي آخر. شوفكم على الخير، وإلى اللقاء.